احنا ليه بنتوقع، كنا متوقعين الذهب في طوكيو، ليه احنا متوقعين باذن الله؟ انا بقول اهو قدام الناس عندنا 3 سنين تاهيل لباريس، احنا شغالين من دلوقتي على الذهب. انا عايز اقول لك ان احنا في الاتوبيس واحنا راجعين، الاتوبيس اللي من الاستاد اللي احنا جبنا فيه الفضه واحنا راجعين في الطريق، الطريق 40 دقيقه، احنا كنا اتكلمنا في كل الاساسيات بتاعت خطه باريس واحنا في الاتوبيس. يعني مش بقى اقول لك بقى نشوه فوز والراجل بيفكر يجيب ايه بفلوس المكافاه، بنتكلم على الاعداد لباريس واحنا في اتوبيسنا راجعين للقريه الاولمبيه. اساسا لسه ولا حد كلمنا ولا احتفلنا ولا خلص الدوبينج تحديد المنشطات وطلع بيقول لي ها هنعمل ايه. انا اصلا كنت بكلمه في جزء كبير من اللي هيحصل بعد الميداليه باذن الله من قبل ما نجيبها، قول ان شاء الله ربنا يكرمنا الميداليه وخطتنا هتبقى 1 2 3 عشان باريس. فالثلاث سنين من هنا لباريس ان شاء الله، يعني احنا بنتكلم في عندنا 3 بطولات عالم وثلاث نهائي كاس عالم وعندنا اكتر من 8 كاسات عالم، باذن الله بنتارجت من 5 ل7 ميداليات في الفتره دي ونتاهل بيهم نجمع ميداليات ونتاهل في السنه الاخيره باذن الله لطوكيو، وان شاء الله هنكون بنلعب على الذهب يعني بجداره باذن الله. اللي لو طورناه يفرق معانا رقميا هو القوى العضليه والجزء بتاع اللي هو تخصصي بقى اكتر اللي هو البايوميكانكس، جزء الميكانيكا وجزء زمن التلامس مع الارض وازاي بيزق الارض، وان هو كان اول مرحله لازم نوصل لها ان الرقم اللي هو بيعمله هو مرتاح شويه، يعني يعمله مش بنفس المجهود او مش بنفس العبء الداخلي اللي هو وقع عليه. جينا بعديها الخطوه اللي بعديها ان احنا طورنا الرقم، احنا نزلنا من 11-25 او من 11-20 لغايه 10-32، ده رقم كبير جدا، غير ان احمد اصلا ال 11-20 دي رقم مميز يعني. اللي اتعامل معاه كان في اكتر من اتجاه، يمكن الغريب ان هو بيقول لك احجام الجري قلت واشتغلنا على حاجات تانيه خارج الجري وطورته زي ما احنا كنا متوقعين.